رجعنا مشاهدينا والحديث عن الصحة في غاية الأهمية، ورح نرجع حق موضوع جدا مهم أمانة، يعني منو ما يعاني من هالموضوع هذا. تعد السمنة من الأمراض الخطيرة اللي تهدد المجتمع، لكن مع تطور الطب أصبح هناك أكثر من علاج يساعد على الحد من السمنة، وطبعا بعد التدخل الطبي هذا الشيء الحمد لله. يعني يمكن بعض الأشخاص اللي فعلا يعانون من السمنة ويحتاجون إلى جراحات وعمليات لما فعلا يقللون من هذا الوزن الزائد. اليوم مع ضيفتنا إن شاء الله كثير من المحاور اللي راح نتكلم فيها، لكن خلونا نشوف البداية هذا التقرير ولنعود إن شاء الله. رجعنا معكم مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة دلال العرادي، اختصاصي جراحة عامة. حياك الله معنا دكتورة في شاي الضحى. صباح الخير، مشكرين على الاستضافة. صباح الورد، منورتنا. واليوم أول محور راح نسولف فيه عن التكميم. وايد الحين انتشرت هذه العملية، فودنا نعرف بالضبط شنو هي عملية التكميم وشنو إجراءات هذه العملية. عملية التكميم هي عملية تقص معدة باختصار، قص طولي للمعدة. نعم. يتم عن طريق المنظار. عملية تأخذ بالكثير ساعة. يعني صارت بسيطة. صارت بسيطة وايد، صارت أسهل من العمليات الثانية مثل يعني حالها حال صارت المرارة، صارت نفس الزايدة من طبعا من كثر ما احنا نسويها بالكويت، من كثر الناس اللي قاعدة تلجأ أو تسوي التكميم. خبرتنا بالكويت بالتكميم صارت بروفيشنال. طبعا الإجراءات هم نفس الشيء. أول شيء لازم رغبة من المريض أنه هو يبي يضعف ويوصل لي طبيب سمنة. العادة طبعا يكون جراح، ناخذ التاريخ المرضي، نشوف شنو العادات الغذائية، شنو سبب السمنة عنده، هل هو أمراض يعاني منها المريض، هل هو بس قاعد ياكل كاكاو الوجبات السريعة. نحسب أهم شيء الكلمة اللي كل طبيب يقولها وكل مكان انشهرت الكلمة، نحسب كتلة المريض. نعم. كتلة المريض تصنفه لي، هل هو يعاني من سمنة أي درجة أو هو بس وزن زايد. أكيد نسوي فحوصات، نسوي منظار، نسوي سونار، وكل هذيلة تجتمع مع بعض ونحدد شنو الإجراء أو العملية المناسبة حق المراجع عشان يضعف. هذا اللي المفروض يصير، يعني في كثير من الإجراءات اللي يتخذها الطبيب قبل لا يقبل على العملية. لكن بالفترة الأخيرة يعني أمانة دكتورة قمنا نشوف كثير من الأشخاص يعني يلجؤون لعمليات التكميم. صح. لكن احنا ودنا اليوم شويه ننبه الساده المشاهدين، من اللي لازم يسوي هذه العمليه واي مراحل عمريه اللي ممكن انهم فعلا يسوون هذه العمليه. اللي تسوي المفروض عمليات التكميم، شخص اول شيء يكون مر على التغذيه، حاول انه يضعف ما قدر، كان في بروجرام دخل فيه، شافه طبيب او شخص نفساني، شايف شنو الهدف المريض، هل هو ليش قاعد يحاول يضعف. المفروض يكون في تقييم نفسي للمريض، لازم يكون داش ببروجرام حق الاكسرسايز، شنو اهدافه، شنو متوقع من التكميم، هل متوقع انه راح يكمل نفس العادات الغذائيه السيئه او لا. فلازم في شغلات يعني ندخل فيها المريض قبل ما يوصل حق مريض السمنه. هذه للاسف مو موجوده بالكويت، ولكن في مستشفى جابر قام تطبق هالشغله، هذه شيء جديده طبعا، شاف دكتور سليمان المزيد يطبق هالشيء هذا عندنا بشكل رائع. هذه شغله. الشغله الثانيه ان الكتله هم تحدد، يعني نعم. ما يجيني شخص كتلته 30 نقول له ما يصلح التكميم، عندك بدائل ثانيه. نعم. فيقوم المريض مثل ما احنا قلنا ياكل يزيد اكله، هذا شيء وايد خطا عشان يقدر يسوي العمليه، عشان يقدر يسويها. صح، وايد انا اسمع يقول اخله اكل انا ويزيد وزني علشان يقبلون انه يسوي شهرين عمليه التكميم، ويرجع المريض مره ثانيه ترى يلا انا صار وزني نفس التكميم خل اسويها. هذا الشيء احنا نشوفه بالنهايه، هي عمليه تفيد وايد ناس. يعني لما يجي الشخص عنده سكر، عنده ضغط، حاول انه يضعف ما قدر، السمنه تهدد حياته، ممكن تجيب له امراض ثانيه. صح. فبالعكس احنا ننصحه انه لازم تسوي التكميم، لان هذه شغله يعني عمليه التكميم فيها فائده لك في المستقبل، مو بس طبعا انه تضعف وشكل، يعني هو مو بس شكل بالضبط، هذه شغله ثانيه. مثلا تجيني احد يقول لك انا ابي اضعف علشان عندي عرس، ما في شغلات ثانيه نقدر نسويها، يعني سوي رجيم في اجراءات ثانيه مو عمليه جراحيه. صح. غير اللي يجيني شخص نفس الشيء تقول مرة تقول لك أنا قاعدة أحاول أحمل، حاولت كل الطرق، عندي أسباب، من الأسباب اللي تخليني ما أحمل هي السمنة. فبالعكس فهذه هني تشجعون
نشجعها. نعم. بالعكس، واكثرهم يكون عندهم مخاوف، احنا نشيل هالمخاوف. نعم. من العملية انت قاعد تسوين يعني؟ بالضبط، انت قاعد تسوينها لسبب صح، راح تستفيدين منها ان شاء الله. طبعا دكتوره، اذا نبي نتكلم عن الاشخاص اللي فعلا محتاجين ان يسوون عمليه تكميم، قبل العمليه هل في بعض الاجراءات ممكن يسوونها تساعد في ان العمليه تنجح 100%؟ تغيير العادات السيئه، لان اللي تسويه قبل راح يتم معك بعد. نعم. الشخص اللي هنا قبل العمليه بيوم طالب وجبه سريعه، لان اقول لك ختامها مسك، ندري ان هذا راح يكمل عقبها بعد سنتين ثلاث رد ياكل مره ثانيه ويزيد وزنه مره ثانيه، لان هذه العادات ما تغيرت، ما في تغيير سلوك حق الشخص. طبعا فنطلب منه انه يغير السلوك مالنا. في بعضهم نقول لهم ضعفوا لنا كم كيلو قبل العمليه، ابي اشوف هل انت جد تبي تسوي العمليه وعندك هذه الاراده يعني. بالضبط، هذه شغله مهمه. شغله ثانيه، مارس رياضه. عمليه بدون رياضه بعدها انت قاعد تقول انا راح افشل بعد 4-5 سنين. نعم. والاهم نطلب من المريض انه يوقف تدخين هذين العادات السيئه. اذا وقفها دائما قبل العمليه تنبئنا، يعني تنبأ انه بالمستقبل راح يكمل نفس الثبوت في الوزن. نعم. انه يوصل. نعم. حق وزنه المثالي. طيب دكتور، نقول الحين الشخص سوى عمليه التكميم ومرت على خير ان شاء الله، لكن في مراحل اكيد يمر فيها المريض، انتم لازم تكونون يعني صريحين مع المريض، اكيد طريقه الاكل، الامور اللي راح يعاني منها، وايد شغلات تصير بالنسبه للاكل، شلون يتغير سوائل وغيرها، ودي شويه تشرحي لنا النظام هذا اللي لازم يتبعه المريض، طبعا هو لانه ما راح يقدر ياكل من الاساس. احنا دائما ننصح في بروجرام حق كل المرضى، اول اسبوعين يكون على سوائل، يكون على عصاير، الماء اهم شيء، الجفاف هو اللي ممكن يخرب العمليه ويخرب. من اي ناحيه ممكن دكتوره شو يسوي الجفاف؟ الجفاف يسكر الاعضاء عندنا بالجسم، منحاتي، الكلى، الماء لما ما يكون في الجسم اللي يكون في ارهاق يمكن يزيد تجلط نسبه تجلط الدم، فممكن يزيد تجلطات الجسم. وطبعا مثل ما قلت اهم شيء الكلى، احنا ما نبي نضرب الكلى، يكون في جفاف حاد، هذيل الشغلتين وايد مهمين عندنا. فاول اسبوعين ضروري يكون في السوائل تكون على الاقل 3 لترز. تشرحون للخطوره حق المريض صح؟ يكون في متابعه مع التغذيه، ولازم يكون في حتى اوراق تقول له شنو المسموح اللي يشربها، مثلا ابتعد عن المشروبات الغازيه في البدايه، فمشروبات الطاقه في بعضهم. شلون يعني؟ المفروض على طول يقطعونهم صراحه. لا يعني احنا مو هالمشكله، ان احنا ما نشوف في توعيه او ما يكون في ثقافه قبل يعني ما الواحد تعبان. انا اتخيل فاطمه مسوي العمليه تلقائيا المفروض ما يقدر. شفتها صارت ثاني يوم ثالث يوم للاسف شفناها، والمدمن المشروبات الغازيه يبيها بعد العمليه، هذا اكيد. اسبوعين يظل على سوائل، اسبوعين يظل على مهروس، بعدين يبلش الاكل. طبعا لازم يكون الاكل له فائده قيمه، يكون فيه بروتينات عاليه، يعني يعوض الجسم. بالضبط. ما يكون اكل ما له قيمه، ما يكون مثلا بس كاكاو، ما يكون فيه تشيبس، هذا الشغلات هم يعني كل يعني كل لقمه لازم يكون فيها فيتامينات وفيها فائده للجسم، لان اللقمه صغيره صح. فلازم اللقمه تفيدك انت تبي تداوم. زين، التغيير المفاجئ بنسبه او كميه الاكل اللي ياكلها المراجع او المريض بعد العمليه لا تقارن بقبل العمليه، فنسبه الفيتامينات راح ممكن تنزل في الجسم، فشو ممكن المريض يعوضها في هذه الفتره؟ هو اساسا مريض السمنه عنده نقص فيتامين، لان اللي وصله حق السمنه على سمنتهم في نقص فيتامين، لان اللي وصله حق السمنه اكل ما منه فايده، فدائما نشوف اكثرهم الفيتامينز مالهم اصلا واطي، فنعطيهم بلش الفيتامينز من قبل العمليه. من بعد العمليه بالضبط. فعلشان كذي احنا دائما نعطي حبوب ملتي فيتامينز، لازم ياخذ لازم يلتزم فيها. كثر يعني ياخذون الفيتامينز يعني بعد احنا العملية. نعطيهم دائما اول 6 اشهر، وبعدين يعتمد على اكل المريض. المريض قاعد يستفيد من اكله، يعني مريض قاعد يتابع مع التغذيه، قاعد يشرب البروتين او البروتين شيكس، قاعد ياكل لحم دياي سمك، او بالمقابل قاعد يجيني مريض بس قاعد ياكل بوب كورن، قاعد ياكل شيبس اليوم تكلمنا عن بوب كورن مفيد بس مفيد، بس ما يكون هو الاكل الوحيد. الوجبه الاساسيه لازم يكون شيء بسيط منه بعد. بس انت مريض اساسا تكميم ما تقدر تاكل كوب باليوم، فانت بدال ما تاكل لحم ودياي ولا بروتين بس تاكل لي بوب كورن ما يصير.
لازم نعم. المريض يراجع نفسه، لانه خلاص عقب العمليه لازم يتغير هذا النظام، مثل ما قلتي دكتوره هو التزم من الاول المفروض. من الاساس حتى قبل اجراء العمليه. طيب دكتوره، اثناء كلامك في البدايه ذكرتي نقطه وايد مهمه احنا ودنا نركز عليها، اللي هي بالنسبه للمراه الحامل اللي تلجا لعمليات التكميم. ودنا نعرف شنو هو السبب اللي مثلا اذا المراه عندها سمنه مفرطه شنو هو السبب اللي يخليها ما تحمل، وليش لازم تسوي عملية التكميم، إنها هي ممكن تستفيد منها؟ الأسباب لحين ما ندري. نعم. إحنا نتوقع أن تقريبا 40% من أسباب أو تأخر الإنجاب من المرأة، 40% تكون من الرجل، 20% ما أدري شنو هو السبب. فمنها 20% في بعض النساء يكون سببها سمنة. دهون مثلا على المبايض مثلا. يكون تكيسات على المبايض. نعم. أكثر شيء دائما السمنة تكيسات مبايض دائما يكونون مع بعض. نعم. ففقدان الوزن وتعدل الهرمونات بالجسم، طبعا تغييرات الهرمونات، الاكل السيء، كل هذا يؤدي انه يزيد فرصه المراه في بعض النساء اللي يكون سببها غير معروف، ما يكون بسبب معروف مثلا اوريدي عارفين شغله يكون بسبب ولاده او شغله يكون بالرجل. نعم. فيساعد بلا فيه يكون يعني يساعد على الانجاب. هذا طبعا بعد الفحوصات تجي اخر شيء حق دائما يكون اكثرهم يكون بعد تكون تحويل من طبيب نساء ولادة. نعم. تنصح المريضة أن تنزلي وزنك وهذا راح يساعدك أكثر على الحمل والإنجاب إن شاء الله. نعم. أيضا لاحظ اللي يسوون تكميم دائما عندهم نوعا ما مشاكل في البشرة والشعر بعد. شو اللي سبب هذه المشاكل بالنسبة حق أي شخص يسوي عملية تكميم؟ البشرة أهم شيء الماي الجفاف، هذه واحدة من عشان دائما نقول طبيب الجلديه دائما يقول اشرب ماي وايد، هذه شغله. شغله ثانيه نقص الفيتامينز هم ممكن تاثر. نعم. اما من ناحيه الشعر، الجسم يتعرض لصدمه في العمليه نفسها يعتبر. نعم. فبعد 3 أشهر دائما انا اقول حق كل مريضه اللي تسوي عمليه سمنه، بعد 3 أشهر الشعر راح يطيح. لو شنو تسوي من البنج ولا من العمليه كمعده يعني؟ يكون شوك على الجسم. نعم. يا لم العمليه نفس لما الوحده لما تولد هم نفس الشيء شعرها راح يطيح. فدائما نقول لهم ان بعد العاده طبيا بعد 3 أشهر راح يبلش يطيح الشعر، بس راح يوقف بعد 6 أشهر من العمليه. ايش كثر يطيح يعتمد عليك، قاعد تاخذين فيتامين سمالوتش، قاعد تلتزمين بالادويه، قاعد تاكلين عدل. نعم. المعدل راح يقل وراح يرد، بس هذا يعتبر شيء مو بيرمننت، مؤقت. نعم. وراح يرد البيبي هير بعد 6 أشهر، خاصة إذا التزمتي بالبايوتي، التزمتي مع المالتي فيتامين راح يرد يطلع، بس في نسبة أقول لهم راح يطيح، راح يبلش يطيح. احنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع. دكتور إن شاء الله راح نكمل معاك بعد شوي، لكن راح ننتقل حق فقرة المطبخ، وإن شاء الله تكون الأكلة صحية، لأن فعلا حلو أن الواحد يقدر ياكل كل شيء صحي ولذيذ، لكن ياكل شيء بسيط منه، حتى لو كانت الأكلة ممكن تكون فيها بعض الوصفات. راح نروح مع المطبخ الإيطالي، فعلا في وصفات وأكلات جميلة، واليوم الشيف مشاعل أبدعت في هذا الطبق، راح نشوف مع بعض ونرجع لكم. تسلم إيدك شيف مشاعل على الطبق المميز، أنا عاد من عشاق المطبخ الإيطالي. دكتورة دلال، هل ممكن اللي يسوون تكميم يأكلون باستا ألفريدو وايت صوص ولا بينك صوص مثلا؟ يقدرون، بس دائما ننصحهم أن يكون شيرينج، ما تأكلين كل الصحن، يعني ان الاشياء اللي ممكن تخرب بعدين او تفتح شهيتك حق شغلات ثانيه. فدائما ننصحهم ان اكلوا تبونه كميات صغيره وبالعقل. انا مع المشاركه بالاكل، لانه والله تقلل وايد كميه وايد من الاكل اللي ممكن تشاركين الناس معك في هذا الموضوع. طيب دكتوره، خلينا نرجع معك بالنسبه لعمليات التكميم. يعني كثير من الاشخاص اللي سووا عمليات التكميم بعد كم سنه، 4 إلى 5 سنوات او اقل، يرجع يزيد الوزن. فيعني صراحة شيء حيل غريب انه هو سوى تكميم، المفروض انه هو ما يمتن، والمفروض انه هو ما يقدر ياكل كمية كبيرة من الاكل، لكن شنو السبب انه هو يرجع يزيد وزنه ويصير عنده سمنة؟ في شغلتين، يا اما تكون السبب من المريض نفسه او شغلة تكنيكية بالعملية نفسها. نعم. هذا اللي كنا نشوفه بالعمليات قبل، الحين شوية ثقافة مالت العملية تغيرت. نعم. السبب الأهم هو المراجع او المريض نفسه، رد لعاداته الغذائية السيئة. اللي يخرب او اللي يخرب بالتكميم شنو؟ الشيبس، الكاكاو، الوجبات السريعه، السكريات، الحلو، هذيلا كلهم تخرب، يعني القهوه اللي يكون متروسه شكل، هذول كلهم الاشياء الحلوه اصلا. بالضبط. فبالبدايه تلاقي ان المريض يعني شويه لان المعده ما تستحمل، بس كل ما زاد سنه سنتين ثلاثه يزيد
ياكل كميه، يكثر شويه، يعني ينقث، لا خل ازيد شويه. هل تكبر المعده مع كميه الاكل الكبيره؟ المعده عضله، فاي ممكنها تتوسع اكيد. هل راح ترد نفس حجمها قبل؟ لا. ففي دائما احنا ممكن نشوف المريض مثلا اللي ياكل سكريات وايد، الكاكاو او الحلويات والشغلات هذه، لما تشوفين معدتها ما راح تكون معدتها وايد كبيره، لان هي شغله صغيره. صح. ولكن القيم الغذائيه مالتها عباره عن كالوريز وايد. فهي شغله صغيره بس يعني على طول تلزق بالجسم، راح تكون كثر ما هي فيها كالوريز وايد. نعم. فيحاولون كثر ما يقدرون انه يوخرون عن السكريات بشكل بالضبط. كبير. بالضبط، انت سويت عمليه، انت التزمت، انت غيرت، انت دخلت غرفه عمليات، خليت شخص يقص من جسمك، فليش ما قاعده تلتزم؟ فهذا اللي احنا هم احنا يحس بخاطرنا نشوف مريض عانى حق العمليه بعدها استسهل ورد بعد اربع خمس سنين. المفروض من نفسه يعني يحس بتأنيب الضمير، يعني انا دخلت عمليه وسويت العمليه المفروض هذه. شلون يعني؟ المفروض. بس احنا عندنا مثل ما كنا قبل قاعد نقول ان احنا شاب ما في صبر، مو صبور، يعني كل شيء بسرعه. وفي ناس يمكن يعتقدون انه خلاص دام انه هو سوى عمليه تكميم فهو محمي من السمنه، هل في اشخاص ممكن يسوون العمليه مره ثانيه بعد كم سنه؟ ممكن، دائما علشان كذي احنا نشوف نرد نسوي كل الفحوصات مره ثانيه. بس اذا شفنا مثلا الشخص سبب سمنته انه هو بس قاعد ياكل كاكاو بس قاعد، او نقول لهم سويت ايترز، نقول لهم التكميم راح يرد مره ثانيه، تضعف شويه وراح ترد تمتن مره ثانيه. نشوف المعده، هل دائما احنا نشوف، عشان دائما نقول راس المعده نشوفها، اذا هذا الجزء ما انشال هذا ممكن يصير كانه عنده معده ثانيه، فان نستأصل هالجزء هذا. نعم. اي ممكن يضعف، بس دائما ننصح او نقول حننبه للمريض انه ثاني مره ما راح يضعف بسرعه او نفس اول مره. لازم ينتبه. نعم. يعني هذه العمليه، وخلينا نقول الكل اللي صار معاه بنج وغيره المفروض يخاف انه هو يرجع يرد يسوي العمليه وينتبه عليها ثالث مره. فالمشكله عندنا ثقافه او الوعي بالسمنه والعمليات السمنه الحين الحمد لله قاعد تزيد، كثره الدكاتره قاعده تطلع كوعي بالنسبه. بالضبط، الدكاتره قاموا يطلعون، قبل ما كان عندنا مثل الوسائل، احنا نشوف طبيب على طول متى ما بخاطري مثلا اسمع محاضره طبيه بطل انستغرام بطل. نعم. سناب، دكاتره موجودين، كل واحد صار عنده ثقافه اليوم، وان شاء الله انتشرت هذه المعلومه. لكن دكتوره يعني احنا نسمع كثير من الامراض اللي تصير حق الشخص اللي مسوي عمليات التكميم، مثلا المراره، حصوات المراره، شنو السبب حق هذه الامراض اللي تصير بعد عمليات التكميم؟ بالنسبه لمريض التكميم شغلتين، اول شيء انه اساسا كان سمين، فمن الاشياء اللي ممكن تخلي المريض يكون حصوات مراره المتن، والشغله الثانيه ان السرعه في فقدان الوزن، هذول الشغلتين تغير في الكوليسترول في الجسم، في الفسيولوجيا مالت الكوليسترول، فممكن تخلي معرض 40% من مرضى عمليات السمنه معرضين لحصوات المراره. والشغله الثانيه بعد من اللي يخلي المريض يعاني من حصوات المراره انه يكون انثى وانه يكون عمرها فوق ال 40 سنه، فاحنا عندنا وايد من مرضانا، يعني المراه معرضه اكثر. بالضبط، كل مراه عندها فوق ال 40 سنه سمينه سوت عمليات تكميم كوكتيل يقول راح حوشك مراره. طبعا يعني نسبه كبيره ان هي ممكن يصير فيها 40% من عمليات السمنه بس. نعم. زيدي عليها الشغلات الثانيه لانه هو شغلات وايد تسبب حصوات المراره. نعم. خلينا نتكلم عن الايجابيات، وايد انا ايضا اسمع انه بالعكس بعد عمليه التكميم موضوع الضغط والسكر وايد ضبط حق خاصه مرضى السكري والضغط، فنبي نعرف صحه هذه المعلومات. عمليات السمنه وايد تفيد. نعم. وايد عندنا مراجع وفي دراسات وفي نتائج ان السكر خاصه السكر من النوع الثاني يتعالج مع عمليات السمنه بسبب طبعا الضعف، وفي تنظيم للسكر والانسولين. الضغط وايد نفس الشيء، الهدوا ادويه الضغط. نعم. الربو، الاختناق الليلي اللي يكون بسبب كون الرقبه تكون متينه تكون. نعم. قصيره، فهذا هم نفس الشيء يتعالج. في مثل ما قلنا ذكرنا قبل اللي تكون تعاني من تاخر بالانجاب، السكر سوري عمليات السمنه. نعم. تعالج هالشيء او يعني تزيد فرصه انجابها. وفي شغلات ثانيه يعني السمنه، مريض السمنه معرض لانواع من السرطانات، منها سرطان الثدي في المراه، فلما احنا نعالج السمنه او نقلل نسبه السمنه في المجتمع وفي الناس، احنا قاعدين نقلل فرصه حدوث
هذه الأمراض. الحمد لله أن هذا التطور الطبي موجود، لأنه فعلا حل مشاكل كثيرة بالنسبة لكثير من الأشخاص اللي حاولوا لكن ما قدروا. طيب دكتورة، من قبل شوي حتى أثناء خلينا نقول الفاصل ذكرتي لي شغلة وايد مهمة، اللي هي قلتي لي حتى في عمر صغير، يعني احنا ندري ان الحين السمنه بازدياد واطفال صغار عندهم سمنه، وندري انه هو السبب الكبير انه اللايف ستايل والاكل الغير صحي وغيرها من الامور، واحنا عارفين هالموضوع هذا. لكن عمر مثلا 16 سنه اذا كان عندها سمنه مفرطه، انا اللي اعرف ان الاطفال يضعفون بسرعه اذا مثلا مشوا على نظام غذائي رياضه وغيرها، لكن هل ممكن يسوون عمليه تكميم حق بهالعمر؟ يعني انا اعتبرها طفله اذا 16 سنه. 16 سنه تتسوى، احنا ما شاء الله علينا 16 سنه الحين صاروا كبار، لما تقعدين معاهم بالعياده قاعده تكلمين شخص ذكي، شخص بالغ، ما كانك قاعده تكلمين شخص عمره 16 سنه. تحسينها كبيره؟ تحسينها كبيره، بس المشكله انه هم يحس بالخاطر. انت عارفه ان ام 16 سنه لما تيلت هي شلون عرفت عن التكميم؟ شلون عرفت على هالشيء؟ لانها قاعده تقلد، قاعده تشوف السوشيال ميديا، يمكن بعد كذي إيه؟ اكثرهم من ببيته ما عنده تكميم، كلنا في بيوتنا في شخص مسوي التكميم، فهم يشوف فاستسهلوا انه اوكي اقدر اكل، اقدر امتن، خالتي سوت، عمتي سوت. زين هو ليش اكل وامتن من الاساس يعني؟ لان الاكل حلو، احنا حياتنا تتمحور يعني كل حول الاكل، كل اكل تدرون انه محظوظ في مجتمعنا اللي الناس اللي ياكلون وما يمتنون، هذول محظوظين عندنا استنساخ مفروض. بس على فكره حتى وزاره الصحه من وافقت انه يسوي سمنه عمر 16 ل 65 سنه، 16 يس يقدر يسوي قانونيا، يقدر يسوي العمليه. نعم، ودي اتكلم ايضا عن العمليات البديله، هل في عمليات بديله عن عمليه التكميم؟ وهل فعاليتها تشابه عمليه التكميم كنتائج؟ في اجراءات، كل اجراء غير عن الثاني ونتائجه غير، طبعا نعم. الافضل يكون كل ما كان اجراء صار فيه تدخل جراحي نفس التكميم، تحويل مسار، تحويل مسار مسقر، نتائجه طبعا مضمونه كلونج تيرم او مضمونه كبعد بعد يعني بعدين بعد سنين يكون نعم. افضل. في اجراءات اقل، كل ما كان الاجراء اقل، مثل المنظار، مثل البالون، الحين في ابر السكسنده، نعم. كل ما كان شيء اقل تدخل جراحي كل ما كان نتيجة اقل. وهني نرجع مره ثانيه على حسبه الكتله، نشوف اللي كتلته شوي اقل ما ينفع مثلا التكميم، نروح حق الاجراءات الثانيه. نعم دكتوره، قبل لا نختم معك هذا اللقاء اللي فعلا وايد مهم حق كثير من الاشخاص اللي عندهم سمنه مفرطه، شنو حابه تضيفين حق المشاهدين؟ انا ودي بس اقول لهم ان لا يكون اول شيء تلجؤون له هو انا بس ابي اسوي عمليه الجراحه. لازم يكون في وعي، احاول اسوي دايت، احاول اسوي اكسرسايز، بالنهايه دائما شنو امن شيء للشخص؟ دايت واكسرسايز، خاصه اللي يكون سمنتهم للحين في البدايه، ما اتكلم عن اللي سمنتهم فوق ال 40 كتله 40 و 45 اللي صدق حاولوا، بس لا يعني خلي يكون في وعي ان عمليه التكميم خاصه حق اللي كتلته واطيه، نعم، لا يكون مو موضه، هي بالنهاية عملية جراحية. صحيح، نعم. أكيد، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع، نعم. وأن فعلا الناس يأخذون هذا الكلام في عين الاعتبار. شكرا لك دكتورة دلال العرادي، اختصاصي جراحة عامة، يعطيك ألف عافية. مشكورين، شكرا لك دكتورة، نورتينا في حلقة اليوم. ننتقل معكم متابعينا لفقرة هبة وذ ترند، وترند وذ هبة عفوا. في كل أسبوع زميلتنا هبة القحطاني تأخذنا بجولة فيها أمور كثيرة وشخصيات مميزة تركوا بصمة في مجالهم. تابعوا تفاصيل كثيرة في هذه الفقرة.